من الحياه السياسيه والنقابيه الجماعيه على تصدير برنامج نضال من اجل الحريات العامه ومن اجل رفع العسكرة على هذه المدينه. وبعد تفجي بيان ومحاولة تفريقي في الشارع العام، تدخلت قوات القمع بكل تلاوينها ولم يسلم حتى المارة في ذلك التدخل. الخطير في الأمر أن حتى المساطير التي معمول المساطير المعمول بها في هذا النطاق لم يتم احترامها، بل تم التعامل مع تنظيمات بنوع من الحقد الدفين تجاه التنظيمات السياسية النقابية والحزبية. عملت قوات المخزن على التنكيل بين المناضلين وليس تفريقهم. هشام ميدون، كاتب فرع ديال الحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، فرع قلميم. كنا كنوزعوا البيان في الشارع العام وحق ديال قانونيا احنا، انا كاتب الفرع ديال حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع قلميم، من حق قانونيا من حقنا نوزعوا البيانات ديالنا. احنا عندنا الملف القانوني ديالنا عندهم، عندنا كل شيء. بدنا نفاجئ برجال القمع كيدخلوا وكينكلوا بينا والإخوان اللي كانوا معنا، الهيئات السياسية والنقابية اللي كانت خارجة معنا كتوزع البيان، وتم التنكيل بينا في الشارع العام والقمع ديالنا، وتعرضنا لأبشع أشكال الضرب والقمع في المرأة ومسمع الجميع. كما كان مقرر طرف مجموعة من الإطارات الجمعوية والنقابية والحقوقية والحزبية والسياسية في قليم، توزيع بيان على مستوى توزيع بيان للرأي العام بناء على عسكرة الساحة العمومية، وأيضا تضييق على الحريات العامة. طبعا بعد توجهنا إلى الشارع العمومي من أجل توزيع البيان، وطبعا من طبيعة الحال بنقطة شارع أكادير بالضبط أمام مسجد الأعظم، تدخلت القوات القمعية وقامت بالتنكيل بمجموعة من المناضلين والمناضلات من طرف من مجموعة من الإطارات. طبعا كاين مجموعة من الرفاق اللي تصابوا بإصابة بالغة، كان تدخل عنيف باستعمال الهروات وباستعمال أيضا الركل والرفس وأيضا حتى الكلام النابي في حقنا. احنا مستمرين في النضال، مستمرين ايضا حتى تحقيق جميع المطالب، وعلى راسها هو تحقيق الحريات العامه وحق الاحتجاج وحق الاضراب وحق التعبير ومجموعه من الحقوق التي نتنازل عنها من كافه الاطارات. تحيه اقليميه لتزنيت، حزب الطليعه لتزنيت والاقاليم الجنوبيه. بعد ان اجتمعت الاطارات السياسيه والنقابيه والجمعويه بقلميم على إثر العسكرة اللي فرضها النظام القائم، هذه العسكرة التي لا مبرر لها منذ فبراير، ارتأت الأحزاب والنقابات والجمعيات أن تصدر برنامج النضالي وابتدأت ببيان سياسي للرأي العام، إلا أن قوة القمع لم تستسغ الأمر فعملت على التدخل على مستوى شارع أكادير بتدخل لا مبرر وتدخل عنيف جدا بدون حتى احترام الضوابط، لم تحترمها قوات المخزن، مما اسفر على مجموعه من الاصابات ومجموعه من الرفاق اللي تنقلوا للمستشفى الاقليمي بقلميم لتلقي العلاج. وحنا كحزب الطليعه كنستهجنوا وكنحملوا المسؤوليه ديال ما ستؤول اليه الامور للدوله المغربيه، الوزاره الداخليه والامن المجرمين داخل مدينه قليميم. وتحيه. في نفس الاطار اللي جا به الرفيق حبيبي كتيف حمدي عضو الاتحاد المغربي للشغل، عضو الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، في اطار البرنامج ديال التنسيقيه المحليه للدفاع عن الحريات العامه ضد الهجمات اللي كتعرض لها الحريات العامه في الاقليم، تم تصدير برنامج كاين البلاغ كاين البيان ديال التاسيسيه اللي كانت تفرق بسميتو، الا اننا نتفاجأ باشكال متنوعه من قوات الامن
بدون سابق انذار بدون اي حاجه كيعطي الاوامر ديالو للمجموعه ديال القوات اللي فيها الحرس البلدي، فيها التدخل السريع، فيها الاستعلامات العامه جميع اشكالها اللي كتعطي كتدخل بعنف في جميع في حق واحد مجموعه ديال المناضلين ديال الاطارات السياسيه والنقابيه والحقوقيه والجمعويه بالاقليم، الذي اسفرت عن 7 اصابات اللي كانت اللي التحقت بالمستشفى، الا اننا نتفاجأ بعسكره المستشفى الجهوي ودخول عميدين وقائد مقاطعه تابع لها المستشفى من اجل الضغط على الاطباء. كنلقاو بان مقارنه ما بين مدينه تيزنيت ومدينه قلميم اللي ما كتبعد الا بتقريبا 100 كيلومتر كاين قوانين مختلفه جذريا. كنطالبوا من السلطات المحليه تزودنا بهذه القوانين اللي كتعمل بها داخل الاقليم التي تخالف ما رايناه في تيزنيت. تسجل هذا الشيء اللي وقع، كنشوفوا هنا هذا الجلاد ديال القرشي اللي كيعطي الاوامر ديال العوامر ديالو بكل فضاضه وبكل السب، القذف، التدخل، الضرب في جميع المناطق التي ادت الى اصابه واحد المجموعه ديال المناضلين والمناضلات ديال التنسيقيه اللي ما التحقوش بالمستشفى. وكان ملي هناك تماطل ديال اداره ديال الوقايه المدنيه لمده تقريبا ساعه ونصف التحقت. ونحن لن يزيدنا هذا القمع الا تشبثا بنضالاتنا، تشبثا بالدفاع عن الحريات العامه، تشبثا بالدفاع عن الجماهير الشعبيه، وتحيه نضاليه للجميع.